السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله يكون معدنا مع حلقة جديدة من برنامجكم كربولة، وحابب اتكلم معاكم النهاردة عن منتج بقالي فترة بستخدمه وهو MTA في الايبكس سيلر، واحد من منتجات شركة انجلوس العالمية. المنتج اللي معنا النهاردة مقدم من شركة كير دينتال وكلاء انجلوس في مصر. هسيب لكم في الديسكريبشن روابط التواصل مع الشركة لو حابين ان انتوا تستفسروا عن المنتج واسعاره وعروضه. لو لسه مشتركتوش في القناة بتاعتنا ياريت لو تشتركوا دلوقتي وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش كمان تعملوا شير للحلقة على منصات التواصل الاجتماعي عندكم لان ده بيشكل دعم كبير للقناة بتاعتنا. قبل نبدأ نتكلم في السيلر اللي معنا النهاردة، في قصة بسيطة كده حابب احكيها لكم عن رحلتنا مع السيلر وليه بنحتاجه وازاي وصلنا للانواع اللي موجودة حاليا في السوق. زمان لما بدأوا يدوروا على مواد تقفل القنوات العصبية كانوا بيدوروا على حاجة تعمل بيرفكت سيل للقنوات العصبية وتمنع وجود أي بكتيريا جواها، تمنع دخول أي سوائل من بيريكال اريا أو من الكورونال اريا اللي جوه القنوات، وما لقوش مادة واحدة تحقق الموضوع ده. يعني هو كان التفكير كله منصب على مادة تقفل المكان ده كله وتكون وان بيس، مادة بتقفل القناة من اولها لاخرها كمونوفيز، حاجة واحدة بس. جربوا الكور ماتيريالز اللي احنا نعرفها لوحدها ما نجحتش، جربوا السيلر ماتيريالز اللي احنا نعرفها لوحدها ما نجحتش، وبالتالي كان لازم نعمل ميكس ما بين مادتين، مادة كور ماتيريال او مادة هي القلب بتاع الحشو بتاعي، ودي سهل ان انا اقدر اعملها ريموفال في اي حالة ريتريتمنت، وحواليها مادة اسمها السيلر او مادة بتقفل المايكرو جابس والمايكرو سبيسز اللي موجودة ما بين الجتابيركا وما بين الدنتين وول علشان يتحقق عندنا مبدأ البرفكت سيل. واتحطت شوية شروط علشان السيلر ده يكون ناجح. الشروط دي سموها الايديال بروبرتيز او الخواص المثالية لمادة السيلر. انا عايز اي سيلر عندي يكون فيه كل الخواص دي، والحقيقة حتى الان مفيش اي مادة من المواد اللي وصلوا لها تعتبر الايديال سيلر. كل مادة طلعت حققت مجموعة من السيل من البروبرتيز دي وفشلت في حاجة او اتنين منهم، فبالتالي حتى الان في عصرنا الحالي لسه مفيش حاجة اسمها ايديال سيلر، ولسه بيسعوا ان هم يوصلوا لايديال سيلر. في ناس بتقول ان البايو سيراميك سيلر اللي هو الجيل الحالي او احدث حاجة وصلوا لها هو ده الايديال سيلر بتاع المستقبل، مع شوية تعديلات وشوية شغل عليه هيبقى الايديال سيلر، ولكن حتى الان مفيش ابحاث اكدت ان احنا معانا الايديال سيلر. اول مادة استخدموها كسيلر كانت مادة الزنك اوكسيد جينول، واللي مع الوقت ثبت فشلها على المدى الطويل، وثبت ان ليها مشاكل كتير وعيوب كتير، وبالتالي ابتدوا يبحثوا عن حاجة احسن. فبعد كده بدأت تطلع ابحاث ان هم يعملوا سيلر من مادة الجلاسينومر زي الكيتاكيندو، وبعد كده طلعت ابحاث قالك نعمل سيلر بيزد على الكالسيوم هيدروكسيد، واللي بدوره فشل واعتبروه تمبر دريسنج ماتيريال او انتراكينال ميديكامنت، بعد كده ما بقاش بيرمننت سيلر ماتيريال. بعد كده طلع لنا الريزن بيزد سيلرز، والريزن بيزد سيلرز حققت نجاح ملحوظ، و فضلنا لفترة طويلة شغالين بيها، وفضل السيلر اتش بلس بتاع شركة دينتس الله لفترة طويلة بيتعامل كعنصر مرجعي أو كمادة مرجعية بيقارنوا بيها أي سيلر جديد بيطلع، نظرا لأنه أثبت نجاح عالي في حالات كتير. ولكن من أهم عيوب الريزن بيزد سيلرز إنها هيدروفوبيك، بتخاف من المياه جدا وبتهرب من أي مكان فيه مياه، وبالتالي الموضوع ده عمل مشكلة أثناء الأوبتوريشن لأن الكنال بتحتاج إنك تعمل لها كومبليت دراينس، ودي عملية معقدة شوية أو صعبة شوية إنك توصل للكومبليت دراينس علشان السيلر يقدر يدخل ويعمل بنتريشن في اللاترال والأكسسوري كنالز ويحقق الكومبليت سيلينج اللي احنا عايزينه. كمان الريزن سيلرز لو حصل لها اكستروجن ايبيكالي فهي لها سايتوتوكسيك افكت، وبتعمل بريبيكال انفلاميشن وفلير ابس وبوست اوبريتيف بين، فكان ليها بعض العيوب برضو الماده دي. فبعد كده بداوا يشاوروا عليهم وقال لك طب ما احنا عندنا ماده الام تي اي، ماده باي كومباتبل، ماده جميله جدا نجحت في انواع كتير من التريتمنتس زي الدايركت والف كابنج والبرفوريشن سيل والابيكسيفيكيشن والابيكسوجينيسيس، فماده جميله جدا وناجحه جدا وباي كومباتبل لاعلى درجه، ليه ما نستخدمهاش كسيلر؟ فبدات ابحاث تشتغل على ماده الام تي اي في صورتها الخام كسيلر، ولكن الام تي اي كماده منفصله فشل انه يكون سيلر لان السيتنج بتاعه سريع
جدا اقل من 4 دقايق، المانيبيوليشن والدليفري بتاعه صعب جدا، الفلويبيليتي بتاعته قليله، بيطلع في الرسائن اثناء السيتنج بتاعه، وده ممكن يعمل ستين للاسنان اللي معمول لها علاج جذور. السيتنج تايم بتاعه طويل جدا، يعني ممكن اسرع ماده ام تي اي بيحصل لها سيتنج ما يقلش عن 3 ساعات البرايمري سيتنج بتاعها، فطويل جدا. كمان صعب ان احنا نشيله عشان نعمل ريتريتمنت، مفيش ماده بتعمل له ديزولف او مفيش ماده بتدوبه عشان نقدر نعمل ريتريتمنت لو حصل فيلير في الاندودونتيك تريتمنت، وبالتالي الام تي اي كماده بيور فشل ان هو يكون سيلر. بعد كده طلعت ابحاث اشتغلت وظهر لنا البايو سيراميك سيلر، وكانت ماده برومسين جدا ولسه الابحاث بتشتغل عليها لحد دلوقتي. في نص الابحاث دي طلعت شركه انجلس وقالت لك احنا عملنا ماده اسمها ام تي اي في الايبكس، ماده عباره عن ام تي اي بيست سيلر، او زي ما كاتبين في البروشور بتاعها ان هي بايو سيراميك سيلر، ولكن الحقيقه الموضوع مش كده خالص. هو في الحقيقه السيلر ده ريزن بيست سيلر، هو برده الماده الاساسيه في تكوينه هو الريزن، مضاف ليها 14% من تكوينها ماده ام تي اي. طب ايه يا سيدي الموضوع ده؟ ايه اللي انا استفدته لما انت حطيت لي الام تي اي على الريزن؟ ايه اللي انا هستفاده في الموضوع؟ قال لك احنا قدرنا نحصل على سيلر افضل من الريزن بيست ببروبرتيز باي كومباتبل اكتر، لان انا عندي ماده الام تي اي موجوده فيه، انتي باكتيريال اكتر عشان القاعديه العاليه بتاعت ماده الام تي اي، البي اتش بتاعي بيكون عالي فده بدوره بيقتل البكتيريا، ليه بايو اكتيف افكت عالي بيعمل اندكشن او بيعمل تسريع لعمليه الهيلينج في حالات البيري ايبيكال ليجنز والبون لوس، الماده بقت ليس هيدروفوبيك ما بقتش بتهرب من الهيوميديتي زي الريزن بيست سيلر، يعني لو لسه في شويه هيوميديتي بسيطه في الكنال ما حصلش كومبليت دراينس، حبيبات الام تي اي اللي موجوده في السيلر هتبدا تتشبع او تشرب الميه اللي موجوده في الكنال او شويه الهيوميديتي البسيطه اللي موجوده في الكنال، ويحصل كمان سلايت اكسبانشن للماتيريال بتاعي، يعني ما بقاش في شرينكج بيحصل اثناء السيتنج، لا ده سلايت اكسبانشن نتيجه تشبع او زياده حجم الام تي اي اثناء السيتنج. كمان قالوا قدرنا نحصل على فلوريت عالي، الفلوريت بتاعه 27.6 ملي، وده فلوريت هايل بيخليه يدخل في اللاترال والاكسسوري كانالز، وكمان ماده الام تي اي بترفع الراديوباسيتي فبيظهر في الاكس راي اوضح. كالسيوم اين ريليز بيستمر لمده 14 يوم، يعني تقريبا اسبوعين من بعد البرايمري سيتنج، يعني ده فده شيء لطيف جدا وبيسرع من الهيلينج في البيري ايبيكال ليجنز. والاهم من ده كله ان انا لما اخدت الخصائص اللي في الام تي اي واخدت الخصائص اللي انا عايزها في الريزن بيست سيلر، ان السيلر بتاعي ينفع يتعمل له ريتريتمنت، ينفع يتشال. السيتراس اويل والكلوروفورم بيدوبوا السيلر ده وبتقدر تتخلص منه لو انت بتعمل ريتريتمنت. كل ده كلام جميل وكل ده كلام نشرته الشركه، ولكن لما بيطلع سيلر لازم نشوف ابحاث اتعملت على السيلر، ما ينفعش ان انا اخد الكلام ده مسلم بيه. انسال بعد كده ان السيلر ده ما بينفعش في السنجل كون اوبتيوريشن تكنيك، يعني ما ينفعش اعمل بيه سنجل كون اوبتيوريشن زي البايو سيراميك سيلر. بعض الابحاث اتكلمت ان السيتوتوكسيستي بتاعته اعلى من السيتوتوكسيستي بتاعت الـ AH بلس بتاع شركة دينت سبلاي. كمان من تجربتي ليه لما بيحصل له اكستروجن بريبيكالي، يعني لو انت بتشتغل بيه وحصل سيلر باف كبيرة بريبيكالي، بيعمل بوست اوبريتيف بين عالي وبيمتد لفترات طويله، يعني في بعض الكيزز اللي استخدمت معاها السيلر البوست اوبريتيف بين امتد لخمس ايام بعد العلاج، ولكن على الفولو اب او على المدى الطويل نجح معايا في كتير من حالات الريتريتمنت اللي اتعمل لها قبل كده تريتمنت اكتر من مره عند كذا طبيب ورجعت برده فليرت. تقييمي العام للسيلر دوت هو سيلر لحد ما كويس، خصائص بتاعته كويسه. بعد الابحاث كمان اتكلمت ان ظهر نشاط عالي لانزيم الالكالين فوسفاتيز في الحالات اللي استخدم السيلر ده في علاجها، وده طبعا انزيم مهم جدا في المينراليزيشن، وبالتالي برضو بيلعب دور مهم في البون هيلينج. الخصائص اللي قدامنا بتخلينا نقول ان احنا قدام سيلر الى حد ما معقول، خصائصه كويسه، بينجح في كتير من الحالات، تاثيره كويس في الحالات اللي فيها بريبيكال ليجن كبير او كرونيك انفكشن، سعره معقول جدا، يعني العبوه 30 جرام اللي معانا سعرها اقل كتير من عبوه 4 جرام من البايو سيراميك سيلر. دي كلها خصائص بتصب في صالحه لو انا هستخدمه كماده اقتصاديه في السعر، بتدي كواليتي كويس في العلاج. وان شاء الله في الفتره الجايه هننشر اكتر من حاله استخدمت فيها السيلر دوت على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. دي كانت حلقه جديده من حلقاتنا في الكربولا، ان شاء الله نشوفكم قريب في حلقه جديده. دمتم موفقين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.